حمدلله على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. معقول الرجل على النبي يخاف كده؟ ايه عصفور مالك؟ ما بتردش عليا ليه؟ كان عندي كام حوار كده رمضان بخلصهم يعني. طب تعالى اهو تعالى. تعالى. مالك يا عصفور؟ مش على بعضك ليه؟ ما انا زي الفل اهو يا دكتور. انت هتخليني مش على بعض ليه بس؟ لا اصل في ناس قالت لي كده انك ماشي اليومين دول مع بنت اسمها صحر. كذاب ورمه وزباله اللي قال لك كده. اسمها عبير. عبير؟ عبير احلى من صحر. قالوا لي كمان انهم شافوك قاعد معاها فوق عمود نور. كذاب ورمه وزباله برضك اللي قال لك كده. انا على طول باخدها فوق الموطه. ايوه خر خر بكل حاجه. خر يا خروف. جرى يا دكتور انت بتستدرجني بالكلام ولا ايه؟ انت يا حبيبي مستدرج لوحدك مش مشكله. انا عارف انك بتمر بظروف صعبه الايام دي بس ده ما يخليكش تاخد فلوسي. واخلع انا يا دكتور الدماغ مش واصله. مش حاطط ايدي على البلف. فلوس ايه اللي اخدتها؟ فين ال 100000 بتوعي يا عصفور؟ 100000 جنيه بتوع ايه؟ انت مش خدت من صالح الفيل 200000؟ يبقى انا ليا 100000. طب ما انت كنت بتاخد منه فلوس قد كده على قلبك وبترمي لي انا فتافيت. هو اللي قال لك الكلام ده؟ عصفور انت مالكش غير صالح الفيل ده تعبان عايز يوقعنا في بعض. شفت اول ما اتعاملت معاه من ورايا خلاك تسرقني. لا لحد هنا يا دكتور وستوب. انا مش حرامي يا دكتور ولو زودت تاني في الكلام هقول لك كل قرد ويلزم شجرته يا صاحبي. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ بقول لك انت يا دكتور. لا مؤاخذه بقى انا عايز انام. شرفت يا دكتور. وانت من اهله يا زميلي. يا دكتور شيحه شفت عصفور الكلب بيتحداني. اول ما تلم على صريح الفيل اتنمرض عليا بس انا ورحمه ابويا ما انا سايبه. لو وصلت بيا ادمر له حياته الشخصيه هدمرها له. عبير مش معاك ولا ايه؟ اعدمك يا عينا بيتي. بس انا سامعة كده انها هتغيب لها يومين تلاتة. اصل الصدمة كانت شديدة قوي عليها يا دكر. دكر؟ هي عبير حكيت لكم على اللي ما حصلش بيني وبينها؟ اساسي دي مصيحة لك في كل حتة. يا نهار ازرق. بس والعشرة كرام يا اب. العشرة كرام يعني. انا كويس اصلا مش ده الطبيعي بتاعي. بس زي ما تقولي كده يعني اليومين دول عندي الفكر. بعدين يعني الكل عناب كبوه. طب بقول لك ايه؟ ما تاخدنا انا. هاخدك اعمل بيك ايه بقى في الظروف المنيله دي؟ عايزه تسيحي لي؟ شوف كده يا اخويا لا تكون حبيبه القلب. فين يا بنت نتاشا؟ عم هيصه ماله؟ عمك هيصه كويس. عم هيصه كويس؟ امال انت جايباني في قلب المكان الغريب ده ليه؟ هتغتصبيني يا بت ولا ايه؟ اغتصبك ده ايه يا منيل على عينك؟ اقعد اتهدى عايزاك في كلمتين. عايزه ايه يا قرطاس النكد؟ جاتك البلا وقعت قلبي. ما تنطق يا قرطاس النكد بدل ما اخنف اهلك. صاحبك بيرة. ماله بيرة؟ ناوي على الشر. لمين؟ للعنابي. طب وانا مال انا؟ انت جايبانا هنا عشان تقولي لي بيرم ناوي على الشر للعنابي؟ ما يولعهم الجوز. انت هتستعبط ياض انت يا. استعبط في ايه بس؟ انت قصدك يعني عشان سمعتي من بره ان العنابي صاحبي وحبيبي وكده؟ لا انا قطعت مع الواد ده خلاص يولع بجاز. بتبصي لي كده ليه يا بت؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ في حد يتصاحب على روحه؟ أنا عارفة كل حاجة يا عصفور. عارفة من أول يوم طرت فيه. عارفة إن أنت العنابي. يوم ما نزلت من الحارة رقبتك مجبسة ورجعت زي الفل. ولما جريت من حبشي وبعدين رنيته علقة على ودني. يوم ما شلت عربية الكبدة على إيدك ولا ناسي؟ يا ابني أنت أهبل؟ ما أنا بنضف بيتك كل يوم
وبلاقي بدلة العنابي تحت السرير. انت اتجننت ولا ايه؟ كفايه نقاش خلاص، انا عرفت انت عايزه ايه. بركه يا جامع، العبيط فهم. عايز انا اشتري سكتك بكام يا نتاشا؟ 30,000 40,000؟ صفخص عليك. صحيح ناقص انا برضو يا عصفور. ده انت كل يوم كنت بتنزل فيه بتنزل وانا حاطه ايدي على قلبي وبدعي ربنا ان هو يسترها معاك. انا عارفه ان انت لو كنت اتكشفت في الشغلانه المعفنه دي كان زمانك رحت في 60 داهيه. شغلانه السوبر دي ما تنفعكش يا عصفور. انا مش فاهم يعني، طب انت جاباني في قلب المكان ده ليه؟ تشحتي عليا؟ عايزه ايه يا بنت؟ الدماغ مش واصله. انا عايزاك كويس يا عصفور، عايزاك تخلي بالك من الحربايه اللي اسمه بيره ده. ده ناويلك على الشر. يوم ما كان لازم متنرفز من عندك في البيت كلم واحد على التليفون انا ما اعرفوش وقال له ان هو ناويلك على نيه سودا. ماشي هيبقى كده يا بيره. بقول لك يا بنت نتاشا، انا مش عايز اي حد يعرف الكلام اللي انت قلتيه لي ده، يفضل في طي الكتمان بيني وبينك. يا عصفور انا لو عايز اغمص كان زماني خبصت من زمان. عارفه يا بنت نتاشا، انت اجدع بنت شفتها في حياتي. صحيح اختي يا بنت. الله ياخدك يا اخي. اختك ده ايه؟ اختك ده ايه يا عصفور؟ انا مش اختك. مش عايزه تبقى اختي، عايزه تبقى ايه يا نتاشا؟ عايزه تبقى امي. انا عايزاك انت يا عصفور. عايزاني انا؟ انت مش ماشيه مع بيره ما بنت. تصدق بقى ان انت معفن وما عندكش ريحه النخوه؟ ايه ماشيه مع بيره دي؟ بيره لا ينفعني ولا انا انفعه. وبعدين سلمى دي كمان ما تنفعكش، دي تفطسك. والمحاسيس دي بقى يا بت زادت عندك قوي لما عرفت ان الرجل العنابي. قطع العنابي وسنين العنابي وقطعت انت في ساعه واحده، انت والعنابي. عصفور انا بكره العنابي ده وما بينزليش من زور. العنابي ده هو اللي بعدك عني. انا بحب عصفور، عصفور اللي انا منه وهو مني، عصفور الغلبان اللي احنا متربيين سوا، عصفور اللي عم هيثم ربيه بس هو مش اخويا، عصفور اللي بيشتغل ورا كاريكه اللي يوم معاه وعشا معهوش. عارفه بت بفكر احبك بس قرفان، لو تسمعني شويه. قوم يا عصفور انا هنط في النيل. يلا مع الف سلامه. ايه الاخبار يا باشا؟ لا خليك حبيبي، خليك. ايه الاخبار؟ تمام تمام الحمد لله تمام. طيب عندنا حاجه بقى، هنفترض ان دي بلكونه في الدور الثامن شقه 10 اوكي جنب الاسانسير. انت هتطلع على البلكونه دي وهتنط، هتتشقلب باراوليه في الهواء، فرشحه رجلك هتنزل منها، بتطير ولا لا؟ بطير. مطيرك ولا لا؟ ها؟ مطير. ربنا يخليك. لما اخلص قول لي عشان نصور. حاضر. ربنا يخليك. تشكر يا ذوق. انت متاكد من اللي انت بتعمله ده هو؟ خمسه بالحب بقى يا بت. تأشير بيه. معلش يا فندم، في حد عاوزك على التليفون. مدحت انا قلت لك قبل كده وانا بصور ببقى في المود مش عايز اطلع منه، قول له اي حاجه. سوري يا نجم بس انا حاولت ازحلقه ومصمم يكلمك. هات يا سيدي. الو الو الو. لا مفيش حد. خوذه يا فندم مفيش حد. لا لا خوذه خوذه حضرتك بس وكل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. الو الو سياده النقيب فردوس عبد الحميد. تيسير فهمي ولا تطير فهمي؟ ايوه يا سيدي انا. بص لو حضرتك حد من المعجبين وكده لو سمحت تكلمني في وقت تاني لان انا بصور ومشغول جدا دلوقتي. معجب ايه بس يا عم الحاج؟ ده انا مكلمك اعمل معاك الصح. انت تعمل معايا انا الصح؟ وايه الصح بقى يا ذوق؟ انت مش عايز تعرف مين الراجل العنابي ومين اللي ورا الراجل العنابي؟ اقفل يالا. وربنا انا بتكلم بجد، انا اعرف حاجات ياما، اعرف انك الراجل الشرطي وعارف اللي حصل كمان في افريقيا. ها اكمل؟ لا ما تكملش. اديتك الامان خلاص. عايز اعرف عن العنابي كل حاجه. عسل قوي. هات ورقه وقلم واكتب ورايا.